السلام عليكم، مرحبا بكم عند جنات. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الوصفه كتعجب الصغار والكبار، هي القليه تسمى بالفشار. ودوزوا معايا المقادير. بسم الله، بالنسبه للفشار او اللي تسمى بالقليه كنحتاجوا ربع ديال القليه، هذه الضره تسمى كيديروها القليه، كاينه الضره بوحده وهذه خاصه بالقليه، والملح وبرمه بالغطا ديالها طنجره والزيت. بالنسبه للمقادير ندوزو للطريقه. بالنسبه للمبتدئات كناخذوا ربع ديال القليه، هيا كنديروا ثلاثه المعالق زيت، هنا عيني ميزاني، كنديروا شويه الملح، كنغطيوها ونحركوا بحال هكا، نزيدو نحطوها، نشعلوا البوطة ونحطوه فوق النار. حنا ملي غنسمعوها كطرطق غنبداو نحركو، منخليوهاش ضروري نبقاو نديرو بحال هكا، انا خليها هكا. هاد البرمه انا مخليها على القليه خصيصا على القليه، حيت كانت طاحت ليا وضغطات خليتها على القليه. هاكا نحركها، ملي غدا تسخن غدا تطبق. الطرطق بالنسبه للوليدات الصغار، ملي كتطرطق حنا كنحركو بحال هكا وحنا فوق النار بحال هكا، مبعدوش على النار حيت الا ما حركتوهاش كتلصق في الكاع. حركة ضروري تحركوها ضروري. حنا كنطيبو ليهم القليه حسن من نشريوها ليهم من الزنقة على يدينا. واخا ماما هيا كطيب، هيا كطيب. أنا نطيبو ليهم تي، هادي كنصايبو حسن من نشريوها ليهم من الزنقة، كنصايبو على يدينا. هاي ماما هاي طابت صافي، نطفي عليها. هاي بعد ما طيبناها ساهله ماهله، ما تحتاج شي تمره ولا مجهود كبير، ونقيه على يدينا. ها انا طيبتها لبنتي، راه ما تاكلي. بالنسبه للوليدات الكبار والصغار واللي بغى يزيد الملح يزيدها، شي مشكل. اللي بغى يزيد ليها الملح يزيد ليها، انا كنبغي شويه ملح. واخا بنتي هاري ليا، ندير بنتي القليه اسهل ما يكون، هي القليه التي تسمى بالفشار باللغه العربيه اللي ما عرفش القليه. واللي بغى يدير فيها الالوان، بالنسبه اللي بغى يدير فيها الكولور كنهزو بحال هكا شويه بحال هكا، كديري السيرو سبور حمر، السيرو سبور وكتخلطيها كطيب بوحدها، كتحيديها والزيت شويه، كديري الملون حمر السيرو حمر هو حلو كيكون، كديري شويه الزيت والملحه وكطيبها كديرها بوحدها
وانتي وليتي عندك الالوان على حسب الالوان، الصفار الاخضر الاحمر الابيض. دابا كتكون عندك هالدره ملونه كيبغيوها الوليدات بزاف، كيعجبهم الكور. اللهم تصايبيها ليهم وليشريوها من الزنقه وعلى يديكم نقيه وبصحتكم.